استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء في قصر الصخير دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحية أخيه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وتمنياته الطيبة لشعب البحرين بكل تقدم والازدهار. كما نقل إلى جلالته شكر وتقدير وفخامته على مواقف مملكة البحرين الداعمة للشرعية في اليمن. ورحب جلالة الملك المفدى برئيس الوزراء اليمني وكلفه بنقل تحياته لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وتمنياته بعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع اليمن الشقيق، معربا جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وبما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة الوطيدة. وجدد صاحب الجلالة حفظه الله خلال اللقاء التأكيد على الموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه الجمهورية اليمنية والداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن ويحمي سيادته ووحدته وعروبته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق. كما أكد جلالته أن المشاركة المستمرة لمملكة البحرين في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تنطلق من إيمانها بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع والتدخلات الخارجية. وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على الوقفة التاريخية المشرفة لمملكة البحرين وتضحياتها النبيلة بمشاركتها ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نصرة للشرعية في حفظ أمن واستقرار اليمن لكل ما فيه خير شعبه العزيز وما تقدمه مملكة البحرين من مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين من خلال المؤسسة الخيرية الملكية وما تقوم به المؤسسة من جهود كبيرة في مجال الإغاثة والرعاية الطيبة لأشقائهم في اليمن.